شركات الرخام والجراني انتشرت في الآونة الأخيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة انتشارا واسع، لكن اليوم نحن في واحدة من الشركات المميزة. سنتحدث أكثر عن شركة تايلونج لتجارة مواد البناء وبالتحديد تجارة الجرانيت والرخام وغيرها من الأمور المميزة بضيافة الأستاذ دي كوين ها. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم معنا في برنامجنا، برنامج لآلئ الاتحاد، حلقة جديدة الليلة وضيف جديد هنا من قلب الشارقة. قصة نجاح مميزة وقصة نجاح رائعة، تجاوزت 21 عام داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. الليلة نحن هنا في شركة تايلونج لتجارة مواد البناء وبالتحديد في ضيافة الأستاذ ماكوين دي. أهلا وسهلا بك أستاذ ماكوين دي. أهلا وسهلا أستاذ ماكوين، عرفنا عن نفسك. زين، اسمي ماكوين دي، صيني شعبية. زين، أنا في الإمارات تقريبا 21 سنة، من 2000 بالضبط، من 2000 أكتوبر تاريخ 6 وصلت الإمارات، ثم التقت الشركة المواد البناء الرخامية بعد من شركة صينية. كان صاحبي، أنا كنت أساعده باليفتح سوق الإمارات، لأن كان سوق الإمارات ما شاء الله، سوق الإمارات كبيرة، يعني هي دولة صغيرة لكن سوق كبيرة، لأن السوق هي يعني مرتبط من العالم والخليج كلها، وحتى يعني أوروبا والأفريقيا بعد. لأن صديقي كان ما يتكلم لغة، فطلبوني يساعدهم بالتسويق سوق الإمارات. جاي للإمارات من تاريخ 2000 أكتوبر، فبدأنا شغل بالشركة الرخامية والصينية القديمة، ثم يعني بعد الفترة كملت الموعد معهم، فتحت جديد مع أصدقاء من الصين، لأن لديهم مصانع والمصادر المواد. مصادر المواد. أي نعم. هذه كلها كنتم تستوردونها من الصين أستاذ ماكوين؟ نعم، أول في البداية بس نأخذ بضاعة من الصين ثم نورد للإمارات، لأن كان سوق إمارات صينية، بضاعة صينية يعني جديد ما كان يوجد. ففي البداية الأولى نحن بس نشتغل بالمواد الصينية فقط. جميل جدا أستاذ ماكواندي، شركة تايلونج هي شركة لتجارة مواد البناء كالرخام والجرانيت. حدثني أكثر عن شركة تايلونج، ما هي هذه الشركة؟ وحدثني أكثر عن الشركة، كيف بدأت هذه الشركة؟ نعم، هذا شركة تايلونج، نحن أخذنا اسمها باسم جبل من الصين، باسم جبل، اسم تاي لونج يعني التنين. لأن جبل تعرف كأن الرخام والجرانيت من الجبال، منتاج المخلوقة، منتاج يعني طبيعية، فأخذنا الاسمها كأنها ضخم والكميات كبيرة،
فنحن بدأنا تأسيس الشركة من 2003 شهر 7، فاليوم صار 18 سنة بالضبط. في تايلون كنا عملنا مشاريع كثير، وكنا يعني نحن وردنا البضاعة إلى دبي، مترو دبي، مستر ستيشن دبي في راشدية، وبعض المشاريع الكبيرة مثلا خليفة، مركز الخليفة للشرطة الرئيسية ما شاء الله قبل ممكن 10 سنين، ما شاء الله ووردنا كمية إلى الشارجة حتى حكومات. جميل. إيه، فإن شاء الله يعني هي حاليا الشركة المعروفة بالنسبة للضرخامية، معروفة في الخليج كلها. أستاذ ماكوين، أريد أن أسألك، ما الذي جعلك تدخل عالم التجارة؟ ما الذي جعلك تدخل عالم الرخام والجرانيت؟ ما الذي جعلني في هذا المجال؟ نعم. كان واحد صديق صيني اسمه لي، لأن كان هو يشتغل بالرخام، يعني نقول سوق إمارات سوق جديد نحن ندخل فيها، ما حد موجود، فنحن أول واحد الشركة الرخامية من الصين للإمارات. ما شاء الله، جميل جدا. يعني صديقك لي كان له الفضل عليك بعد فضل الله عز وجل أيوه لافتتاح شركة تايلوم. كيف بدأتم؟ بدأتم من هذا الموقع أم كنتم في مكان آخر ونقلتم إلى هنا؟ لا، بدأنا من نفس المكان، ما شاء الله، نفس الموقع، كان ما في شيء، صحراء، كل واحد يقول صناعية 15 بعيد، ما حد يريد يسير لأن بعيد، بعيد من المدينة، كان دبي صغير، لا يوجد أماكن مثل انترناشونال سيتي ولا فاستيفال سيتي ولا مردف ولا شيء، يعني بس دبي كان دايرة وبارة دبي، وكل كان المدينة صغير. نحن بدأنا من يعني من القديم إلى الجديد، ودبي تتحدث يعني تتحدث كل يوم، تتغير كل يوم، صح. والله سوق، يعني سوق دبي، سوق الإمارات يعني غريب، يعني عجيب من عجائب الحداثية. أريد الحديث أكثر عن الرخام والجرانيت. قبل اللقاء تحدثت مع الأستاذ ماكوان أعزائي المشاهدين وسألته عن أنواع الرخام والجرانيت وأشهر أنواع الرخام والجرانيت، تحدثني عنها. زين، الرخام هي شيء مخلوق طبيعي، هي جميل جدا لأن أشكال مختلفة حسب الألوان وحسب المنتج للدولة مختلفة، مثلا شيء من إيطاليا وشيء من إسبانيا وشيء من تركيا وشيء من يوناني والدول المختلفة، يعني أشياء منتجية مختلف تماما، يعني في آلاف آلاف نوع من الرخام، في آلاف آلاف الألوان من الرخام، وأسعار من رخيص إلى غالي، يعني في شيء يعني سعره رخيص سعر رخيص أقل من حسب 100، جودته. أي نعم، حسب الجودة وحسب الألوان، وفي شيء آلاف درهم بالمتر بعد، وفي شيء رخام يعني غريب، من يعني هي مخلوق، هي مخلوق يعني عجيب من عجائب من معجز من الله. أستاذ مكوان، أريد أن أسألك سؤال قد يكون غريب نوعا ما، قد يكون لدى السادة المشاهدين بعض الاستفسارات عن أكثر أنواع الرخام مبيعا في دولة الإمارات العربية المتحدة. يعني ما هو الرخام الأكثر مبيعا في دولة الإمارات؟ يعني قبل 10 سنوات مبيع الرخامية أكثر شيء إيطالي وإسباني، مثلا كريمافل، داك امبرادور، و يعني جودن سبيدر وأشياء يعني معروفة بالسوق. حاليا قريب من رخام تركية، من رخام ألمانية، من رخام يعني عمانية، يعني أشياء من دول القريب، لأن كل يوم يعني يتم استخراج، أي نعم، يستخرج شيء جديد، منتج جديد، ألوان جديد، فسوق الإمارات ودائما يتابع شيء جديد غريب عشان نكون أمام الدنيا، أمام العالم. الآن أستاذ مكوان، إذا أردت توضيح الفرق للمشاهدين بين الرخام والسيراميك، هل أنت الآن في التصميم الداخلي وفي وضع المنازل من الداخل، هل تفضل الرخام أم السيراميك؟ طبعا داخل الرخام. ما هو السبب؟ لأن الرخام هي طبيعة، مخلوق طبيعية، وشيء عندما أنت تمشي عليها تشعر بالحيوي. أما السيراميك هي منتج صناعية،
أول شيء يعني هي فقدات الحياة، يعني هي ما في حياة، يعني هي صناعي من الطين من نار مخلوط من العجين، أما الرخام الطبيعية مخلوق من أيدي الله. ما هو جلي الرخام؟ هل إذا تم جلي الرخام يعود كما كان جديدا؟ أيوة، بعد سنين مثلا أنت ركبت الرخام داخل البيت، بعد سنوات تكون شكل قديم، شكل يعني مش يعني فريش، ما يكون يعني تشعر باللمعة أو فقدان اللمعة أو خفف درجات اللمعة. أما بعد الجلي يعني تجلي يعني ممكن يكلف يوم يومين يكون صار ما شاء الله صار جديد وأحسن نوع من مثل اللباس اليوم ركبته جديد اليوم. أستاذ مكوان، أنت كصاحب عمل هل أنت تتواجد فقط في المكتب أم في أرض الميدان والإشراف على العمل؟ حدثني أكثر عن العمل. بالنسبة لك أنا كصاحب الشغل لازم أنا أراعي المكاتب مكتب والمصنع خلال الإنتاج عشان الكواليتي والجودة، ولازم أنا براعي المواقع بعد، لأن عندي عدة المواقع في بنايات في فيلل في قصر بعد ما شاء الله. أي لازم، لأن شركتنا يعني شو هدفنا؟ جودة وخدمة والسعر والموعد. أريد الحديث أكثر عن أكيد يعني في أي عمل في أي شركة يوجد صعوبات وتحديات واجهتك منذ البداية. نحن نتحدث عن 18 سنة ما شاء الله تبارك الرحمن، أو 20 سنة في هذه الدولة وفي هذا المجال. حدثني أكثر عن الصعوبات والتحديات التي واجهتك في بناء هذا المصنع وفي البدء فيه واستيراد البضائع. حدثني أكثر، خلي السادة المشاهدين يستفيدوا من الكمل هذا من المعلومات التي موجودة لديك. ان شاء الله. بالنسبه للصعوبات طبعا من 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 مجال مختلفه. اول شيء لان نحن جاي في البدايه انا اجنبي جديد في الدوله، لا نعرف القوانين بالدوله ولا نعرف العقائد التقاليديات للدوله، فلازم نتابع القانون واشياء يعني مناسب للدوله. وثانيه طبعا عمال من دول مختلفه، اللغات والتعاملات مع الأشخاص الجنسيات مختلفة، هذا النوع ثانية. أما ثالث، أما الرخام والقرنين الطبيعي هي شيء جديد عند سوق الإمارات القديم، فلازم نحن نحاول نفتح السوق لسوق الإمارات مناسب للمواطنين مناسب للمشاريع حكومية أو فردية، فلازم نحن نسير مشاريع الاستشاري والمقاول عشان نحن نقدم شو المنتج بالرخام، شو الفوائد الرخام والكرانيت، وهذا شيء. وثالث ورابع، الرخام طبيعي في مشاكل الألوان، لأن هي طبيعية ما يكون مثل السيراميك كل آلاف حبة نفس الوجه، لأن الرخام الوجه للوحة للوجه الثاني، فلازم نفهم المستهلك عشان يستقبل الشيء غريب. وثالث وخامس المشاكل اللي يعني تفاهم الدفعات والتصنيع وتتابع المشاريع، هذه بس. أريدك أن تحدثني عن الخطط المستقبلية لشركة تاي لونغ لتجارة مواد البناء. أول نحن عملنا التعتيد لتطوير الشركة، كان نريد نعمل برانش يعني فروعات لكل إمارة. جميل. وحتى خارج الإمارة إلا خليج كلها، دول الخليج كاملة. نعم، لكن بالنسبة لموسم الجو اليوم البانديميك الكوفيد-19 فوقفنا، عشان بعد إن شاء الله بعد ما منتهي البانديميك ممكن نحن نبدأ التوسع المستقبلي بإذن الله تعالى لشركة تاي لونغ. أستاذ مكوان، أريدك بحكم خبرتك المميزة والرائعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، أنا اليوم أتحدث مع علامة في الاستثمار، يعني خبرة ضخمة ورائعة ومميزة في الاستثمار وإدارة الأعمال وغيره، أريد منك توجيه رسالة للشباب الذين يريدون الدخول إلى عالم رجال الأعمال وعالم الاستثمار وفتح المشاريع، ما
ما هي الرسالة التي يوجهها الأستاذ ماكواندي لهؤلاء الشباب؟ بالنسبة عندي اقتراحات للشباب لدخول الإمارات عشان استثمار أو يعمل شغل جديد، فهي السوق الإمارات ما شاء الله مفتوح لكل واحد، وإذا أنت جاهز نفسك فتدخل بالسوق إمارات أهلا وسهلا، لأن سوق الإمارات يعني يرحب بكل واحد، فما يكون هناك في شيء طلب لصالح خاصة والصعوبات للذي له نية ليفتح سوق الإمارات، يعني ما يكون أي شيء يعني مصعوب صعوبات. فإذا أنت تريد تدخل في الإمارات بس نية وتجد نفسك بس. أستاذ مكوان، أريد منك توجيه رسالة أو رسالة شكر لحكام وشيوخ وقادة دولة الإمارات العربية المتحدة على التسهيلات والخدمات التي يقدمونها لكم دائما وأبدا. أشكر شيوخ الإمارات كلها وحكام الإمارات كلها، وخاصة رئيس الدولة ونائب رئيس الدولة، لأن بالنسبة لرئيس الدولة رعاية الدولة ما شاء الله بكل جهة يعمل دولة آمنة وسلامة. أهم شيء نحن يعني كأجنبي المستثمرين المكان السلام والأمن أحسن دولة، أحسن مكان للاستثمار للشغل. وأشكر شيوخ يعطينا يعني موسم يعني مكان ما شاء الله، كيف أقول يعني من أي جهة يساعد الناس عشان يفتح شغل بإمارات، ويساعد من كل مساعدات. شكرا لك أستاذ ماكوان دي، تشرفت بهذا اللقاء، اكتسبت اليوم معلومات عديدة في عالم الرخام والجرانيت. شكرا لك أستاذ ماكوان. أشكركم، شكرا كثيرا. مشاهدينا الأعزاء، يتجدد بكم اللقاء في حلقة أخرى الأسبوع القادم من برنامجكم برنامج لآلئ الاتحاد، انتظرونا.